ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، أبدأ معك من تفاصيل تأجيل هذه الجلسة. نعم صلاح، الجلسة تأجلت لأن الأمر الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية سيكون أمر قضائي وليس إداري، وبالتالي تم تأجيل هذه الجلسة للمداولة ما بين القضاة حول ما قدم من المدعي في الجلسة، أو توحيد الدعوتين عن طريق مدعي واحد وهو النائب باسم خشان الذي شرح تفاصيل ما حدث في الجلسة الأولى من وجهة نظره، وقال بأن لا شرعية لتلك الجلسة، وأن رئيس السن السيد محمود المشهداني قد تعرض للضرب أو الاعتداء، وبالتالي أن عملية الانتخابات التي حدثت لرئاسة البرلمان كانت غير قانونية، وأن الجلسة شبه الفوضى. لكن في المقابل كان هناك أيضا محامي المدعى عليهم حاضرين، وهي لجنة محامين يعني تتكون من 3 محامين، أكدوا بأن ما حدث ليس كما قيل من قبل السيد باسم خشان، وأن مسألة تأجيل الجلسة كانت مقترح من قبل رئيس السن، وبالتالي الإجراءات التي حدثت كلها صحيحة. طبعا هناك تفاصيل خاض بها الطرفان، وهناك بعض الأدلة التي قدمت للمحكمة من قبل الطرفين، لذا المحكمة الاتحادية ارتأت أن تؤجل الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل 25 يناير. محمد، في حال ما ثبت وجود خروقات في جلسة البرلمان في الجلسة القادمة للمحكمة يوم الثلاثاء المقبل، ما هي الخطوات اللاحقة؟ في حال تسجيل خروقات وقناعة المحكمة الاتحادية بأن ما حدث في الجلسة الأولى هو مخالف للدستور والقانون، فإنها لابد أن تصدر قرار بقبول الدعوة. في حال قبول الدعوة يعاد انتخاب رئاسة البرلمان من جديد، وأيضا ربما سترتب عليها أمور سياسية أخرى، منها التحالفات، منها الاتفاقات السياسية. لكن في حال رفض الدعوة ستبقى رئاسة البرلمان المنتخبة الحالية هي من تعتلي منصة رئاسة البرلمان، وستسير الأمور. بكل الأحوال طبعا التوقعات يعني للقرارين واردة بكل الأحوال، لكن على ما يبدو أن يعني المحامين للمدعى عليه قد قدموا أيضا أدلة تضحض ما تقدم به النائب باسم خشان، لذا القرار الآن بيد قضاة المحكمة الاتحادية، وننتظر ما الذي ستقرره المحكمة، وسيكون هذا القرار ملزم للجميع لأنه قرار قضائي كما قلت وليس إداري. القرار الإداري كان قرارا ولائيا بإيقاف العمل لرئاسة البرلمان مؤقتا لحين إصدار القرار القضائي الآخر. محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا.